بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين ورضي الله عن من تبعهم من المهاجرين والانصار ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد وقفنا في الحلقه الماضيه على ايه من سوره سبأ وهو قول الملائكه قالوا بأن الكافرين كانوا يعبدون الجن قالوا سبحانك انت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن واكثرهم اسف اكثرهم بهم مؤمنون. فل... ثم يعني فذكرنا ان الجن له معنى الاستتار له معنى الاستتار سواء كانوا من البشر او الجن سموا جن الجان سموا جن لاستتارهم ابليس لاستتاره يعني المعنى الجامع هو الاستتار نحن لا ننفي ان يكون لا ننفي أن يكون معنى أن المعنى الشعبي للجن أنهم ليسوا جنا هم جن يعني مستترون ولكن قريشا لأن الآية فيها طاعة الصورة كلها تتحدث حول السادة والكبراء كما في وقال الذين استضعفوا الذين استكبروا والتي قبلها أروني قل أروني الذين نعم الحقتم به شركاء وكذلك آه نعم آه في الآية أيضا 31 ولو ترى ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعضنا القول يقول الذين استضعفوا الذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين فهنا يأتي السياق يعبدون الجن هو الكبراء والزعماء وكذا في كما قلنا يحتاج في التدبر الأول ان شاء الله نغوص في هذا المعنى هنا لا اقول بان الجن الموجودين في الذاكره الشعبيه ليسوا جنا وانما اقول ليسوا وحدهم جنا ليسوا وحدهم مستترين الزعماء والساده والكبراء واولي القوه والاحبار والرهبان فعلا ما يستطيع الرجل العامي العادي ان يجدهم في اي وقت ويانس بهم في اي وقت يكلمهم بجلاله بجلاله وبخوف وما اشبه ذلك وليس معنى هذا وليس كلهم هالكين انتبهوا هذا ليس ذم لكل من استتر لأن الله عز وجل قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هؤلاء المستترون أو هؤلاء المأنوسون كلهم فريق في الجنة وفريق في السعير ها تمام طبعا في صورة الجن فيها إن شاء الله إذا أتينا فيها تفصيل وَأَنَّا منا الصالحون من ومن دون ذلك مثلهم المستترون مثلهم مثل المانوسون تمام مثلهم مثل المانوسين اصحاب الـ الـ الانس يعني طبعا هذه من المعاني التي تاثرت بال معنى الجن هو من المعاني التي تاثرت بالذاكره الجاهليه، الذاكره الجاهليه سموا الجن جنا لاستتارهم لكنهم جعلوهم اشباحا اخرى، القران يستخدم معنى الاستتار هنا ولا يعني ان الجن فقط المخلوقون من من نار هذا الجان والجان خلقناه من تمام من من نار فلذلك محاولة اللسان طبعا حتى كلمة اللغة خطأ حتى كلمة اللغة نحن نقول اللغة العربية اللغة ولغة القرآن وكذا هذه خطأ قرآنيا القرآن تحدث عن اللسان بلسان عربي مبين وأما المادة لغوة اللغة يعني يردها القرآن في معرض الذم وإذا مروا باللغو مروا كرامة لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما كل كلمة لغة في القرآن تعني الكلام المرذول الذي لا فائدة فيه أما اللسان نعم واختلاف ألسنتكم وألوانكم هي ليس المقصود اللسان العضو وإن المقصود في اللغة في يعني فيما في نسميها اللغة تمام ولا طبعاً نواصل هنا حتى لا نتاخر في او نبتعد عن جانب السيره حقيقه, حقيقة ان هناك يعني ايات لكن يعني ليست لصيقه بالسيره ننتقل الى سوره فاطر طبعا ليس لها علاقه بالسيره الا في اخرها في ايتين ضروري جدا مهمة مهمة جدا ايتين في اخرها لها علاقه ليس فقط بالسيرة لها علاقه بالمسلمين من السيرة الى اليوم وهذه الايات ستعلمنا التواضع ان تواضعنا ان تواضعنا سنفهمها وان لم نتواضع الله عز وجل لا يهدي المتكبرين ولا يهدي الله ما يحب المتكبر يحب المتواضع الذي يخشى مثل ما الآن لو أكتب لو أكتب لابني الصفات السيئين لو أكتب لابني رسالة صفات السيئة أنه يكذب أنه كذا وأنه كذا ويتأخر في العمل وأنه يغش وأنه إذا قرأها ابني وهو يظن أنني أهجو آخر لن يستفيد لكن إذا قرأها وهو يحتمل أن يكون أن أن أكون أقصده كما أقصد غيره هنا يستفيد من الرسالة نحن في القرآن الكريم نقرأه ونظن أنه فقط في ذم كفار قريش وفي ذم اليهود وفي ذم المنافقين ومدحنا فما نتأثر لكن لو قرأنا على أساس أنه كل كفر قد نكون داخلين فيه يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون بعض كل شرك ربما ندخل فيه وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون كل نفاق يخادعون الله والذين آه في قصة فهنا ينبغي الكبر الظلم الإجرام كله في القرآن الكريم معنى واسع وليس معنى فقط ليس القرآن كتابا هجائيا لأناس قد ماتوا هو كتاب تعليمي يعلمك ويحذرك وينذرك وينذرك وك ومن صفات النبي أنه بشير ونذير فقط نجعله نذير لقريش أما نحن ما شاء الله لا اسمعوا الآيتين في في آخر سورة فاطر الآية من آية 42 إلى تقريبا نهاية السورة من من آية 42 إلى 45 هي خمس طبعا سورة فاطر مكية يقول الله عز وجل وأقسم بالله جهد أيمانهم الآن هو يتكلم الله يتكلم عن ماذا عن أهل مكة أو بالدرجة الأولى قريش وهل مكة بالدرجة الأولى والعرب بالدرجة الثانية كما في السياق واقسم بالله جهد ايمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن اهدى من احدى الامم فلما جاءهم نذير ما زادهم الا نفورا كان الله ينقل حدث هذا الحدث لم تنقله كتب السير والتواريخ وهذا من كمال القرآن وشموله كان كفار قريش او كانت قريش والعرب لكن لكن الخطاب واقسموا طبعا لم يذكر من الذين اقسموا بس بالتاكيد انها امه اخرى غير الامم التي لها كتب كاليهود والنصارى، لن تكون الا العرب، ولب العرب قريش الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاه والسلام. كانوا يقسمون من الاحداث التاريخيه يقسمون لانهم يجدون اليهود والنصارى في طريقهم في رحله الشتاء والصيف فكانوا يقسمون جهد ايمانهم. لو لو ياتيهم رسول بيكونون احسن من اليهود ومن النصارى ومن الصابئين ومن الاحناف هكذا ثم يخبر الله انه لما اتاهم رسول زادهم نفورا اذا كان عندهم نفور من قبل واتى النبي لابطال هذا النفور النفور من المعرفه النفور من الاخر العجرفه الكبر هذا دائما النفور وهذا موجود اليوم النفور في في كثير من المسلمين نفور عن الاخر عن المعرفه يقول فلما جاءهم نذير ما زادهم الا نفورا، لماذا؟ لانهم اتخذوا شرعه اما انهم نفروا من النبي ذاته او انهم اتخذوا شرعه في التفاخر والعنصريه على بقيه الامم وعلى بقيه الاديان وعلى بقيه ثم استنسخوا مذاهب وكل مذهب يتفاخر في نفور عن الاخر وان كنا لا نعمم طبعا على جميع المذاهب وانما فئات داخل المذاهب وسيأتي فيها يقول الله عز وجل نعم وأقسم بالله جهد أيمانهم الفائدة الأولى أنه لم تذكر كتب التاريخ والسير هذا وذكر دونه القرآن الكريم وهذا من بركة القرآن وشموله وذكر الحالة التي كانت قبل النبي عليه الصلاة والسلام وأقسم بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن اهدى من احدى الامم، مثل ما يتمنى اليوم بعض الناس لو كان في عهد النبي سيكون وسيكون وربما يكون من المنافقين، لان النفاق ثقافه صعبه، ليس النفاق تحسبونه هينا، النفاق في القران الكريم ثقافه صعبه، حتى انه اثر على بعض المؤمنين، والله يقول وفيكم سماعون لهم بصيغه المبالغه، ويقول ايضا فما لكم في المنافقين فئتين والله اركسهم يقول ها أنتم أولئك تحبونهم يحبونكم وإن كان هذا له تعلق بأهل الكتاب لكنهم كانوا أهل الكتاب كانوا شياطين هؤلاء المنافقين وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم فلا تض لا تستهترون بمسألة آه 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 أن هذه الصفات في المنافقين وفي الم... أما نحن لا نعم واقسم بالله جهد ايمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن اهدى من احدى الامم فلما جاءهم نذير ما زادهم الا نفورا ما هو هذا النفور بعد الفصل ان شاء الله سنشرح وكيف نجمع بين هذه الايه والايه الاخرى كنتم خير امه اخرجت للناس هل نحن زادنا النبي نفورا كما في هذه الايه وكنا اسوا ام نحن خير امه يحتاج الى حل او يحتاج الى تدبر بعد الفاصل ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم ذكرنا قبل الفاصل ان هذه الايه تخبر عن الامه غير الامم الاخرى من تكون؟ العرب المسلمين قريش تمام وأقسم بالله هذا واضح أنه قبل النبوة أنه هو خاص بقريش لأن الكتاب نزل فيهم وهم المخاطبون الأساسيون وهم مجمع العرب من أجل الحج والتجارة وأقسم بالله جه يعني إن لن تقسم بنو تميم فقط وتنجو قريش لابد أن تكون قريش من المقسمين وأقسم بالله جهد أيمانهم لإن جاءهم نذير ليكونن, ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا الفائدة الثانية هنا بأن من أسباب بعثة النبي عليه الصلاة والسلام أنه يخفف هذا أنه ضد هذا النفور النفور تفسيره فيما بعده استكبارا في الأرض طبعا إما تفسير أو مفعول لأجله استكبارا إما النفور أنه أنه بينه الله في استكبارا في الأرض ها انه ميز هذا النفور بانه استكبارا في الارض ومكر السيء او انه مفعول لاجله يعني لماذا النفور لاستكبارهم في الارض ومكر السيء. المقصود ان هذا النفور من صفاته ومن اسبابه معا هو الاستكبار في الارض والاستكبار من الكبر احب ان نكون كبراء آه والقرآن ضد الكبر تماما وأول معصية إبليس في الكبر وبلاؤنا في الكبر إلى اليوم فلذلك لا يستفيد بعضنا من بعض بسبب الكبر ويحرم بعضنا يحرم بعضنا حقوق بعض من أجل الكبر استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله أتى النبي من أجل إبادة هذا الكبر هذا النفور هذا النفور لأن النفور كبر ومكر، كبر ومكر. النفور اذا انت نافر من الاخر من المعرفه اذا اذا نفرت من الاخر فلا بد هذا النفور سببه كبر، طيب واذا تكبرت عليه ماذا ستفعل؟ ستمكر به، يعني ما تستطيع مواجهته ربما معرفيا او علميا او حجتك او دليلك او برهانك فتلجا الى المكر لانك متكبر انت تريد ان تبقى متكبرا. والاخر ربما حجته خطر عليك، ايش الحل؟ تمكر به استكبارا في الارض ومكر السيء. ولا يحيق المكر السيء الا باهله. فانتم كانه يقول الله عز وجل انتم ايها يا امه يا يا هذه الامه التي بعث اليها النبي من مسلمين ومن ممن كفر به واسلم او امن به. انتبهوا من النفور من الاخر والاستكبار ومكر السيء لان هذا المكر سيحيق بكم جهلا وتخلفا وتباغضا وتقاتلا إلى آخر وكل أسباب فعلا كل أسباب البلاء بين المسلمين من التباغض والتهاجر والتقاتل مما نشكوه اليوم هو بسبب الكبر الكبر والمكر تماما النفور من الآخر ليس هناك آه ليس عكس النفور هو الأنس بل التواضع تمام إذا ولا يحيق المكر السيء 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 الا باهله. اذا لما اتت مثلا دول عضوض ملك عضوض ملك جبريه في الماضي وكانت تنفر من الاخر وتنفر مثلا من ممن عندهم افكار حتى بعض الفلاسفه بعض اصحاب العقول من المعتزله بعض اصحاب الروحانيات كانوا يقتلون بعضهم بعض الحقوقيين مثل غيلان الدمشقي يقتلون. طيب هذا نتيجه ماذا استكبارا في الارض انت الاقوى والمكر به بانه ضال وانه زنديق توسعنا في مساله الزندقه والقتل عليها هذا ادى الى ماذا ان هذا المكر عاد علينا عاد علينا بالتخلف وعاد علينا بال... بديمومة التباغض وديمومه الجهل مثل ما يسميه استاذنا ابراهيم البليهي تاسيس علم الجهل قل نحن عندنا علم يسمى علم الجهل له اصول وله كتب وله تراث وله وله وقد تعودنا عليه فاصبحنا يعني اصبح الجهل علما وهذا اللي اخرنا هذا الذي جعل المسلمين على ثرواتهم وعلى تنوع خيرات بلادهم وعلى جعلهم كما ترون في مستوى حقوق الانسان في مستوى المعرفه في مستوى آه هذا طبيعه المكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ثم يكمل تتبعوا بالله بقية الآيات انظروا ماذا يقول ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين يعني هل ينتظرون وإني ناظرة كما قالت بلقيس وإني ناظرة بما يرجع المرسلون يعني منتظرة يعني فهل تنتظرون بعد هذا النفور وهذا الكبر وهذا المكر هل تنتظرون إلا سنة الأولين ما هي سنة الأولين هو الهلاك انه طبيعي الله سنن الله في الكون سنن الله في الانسانيه هي كالقوانين الفيزيائيه تماما كاي قانون تمام كاي قانون فيزيائي او كيميائي وما يقول سنه الله نعم فهل ينظرون يعني اذا استكبرتم ونفرتم ومكرتم هل تنتظرون الا الهلاك فهل ينظرون الا سنه الاولين فلم تجد لسنه الله تبديلا ولن تجد لسنه الله تحويلا يكمل اسمعوا هو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة إذا المسألة ليست مسألة قوة وتأتي تقتل هذا وتفتي ضد هذا ويقتل فلان ويقتل فلان ويذبح فلان تحت المنبر وضحوا أني مضحا بفلان لأنه قال كذا وكذا وإحراق كتب المعتزلة وكتب الفلاسفة وأوروبا تنقذ تراثنا يعني في الأندلس أحرقوا كتب بالرشد أتى أوروبا أتت أوروبا ف هذا اتى بلهجتنا المحليه ثبوت النون. اتت اوروبا فاخذت تراث الرشد و والتراث القرطبي ويعني الرشديه صارت مدرسه كبيره في اوروبا الرشديه وكانت من اسس الفلسفه التي نقدت الكنيسه. فلماذا هنا؟ هذه سنه الاولين فينا اننا حتى لو ظهر منا مبدعون كابن سينا والفارابي واولاد موسى بن شاكر وابن النفيس وبالرشد و آه، كذلك آه، الخوارزمي ظهروا ظهروا عندنا منفصلين عن المجتمع سياق آخر تماما المجتمع يكفرهم ويبزندقهم ويرفضهم وبعضهم كما قلنا وجد ربما يعني لولا أن السلاطين كانوا بحاجة إليهم في مسألة النجوم في مسألة الطب وما أشبه ذلك لربما قتلوا وبعضهم يعني ربما طبعا كفروا وبدعوا وبعضهم لولا حمايه السلطان واحتياج السلطان له شخصيا لهذا العالم او هذا الفلكي او هذا الطبيب او هذا لربما قتلوا ولكن بقوا منزوين عن التاثير في السياق الاجتماعي كانت النتيجه ماذا سنه الله اتتنا في التخلف فلذلك الله عز وجل يقول: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة، انظروا الفراعنة وكذا هلكوا، لماذا؟ لأنه أيضا في هذه في المكر والاستكبار والنفور من الآخر، هذه يعني أدوات لإهلاك الشعوب أدوات لإهلاك الشعوب، ضيق الأفق ضيق الأفق بالآخر، أنت لا تحكم على المعرفة من موقعك أنت اسمع المعرفة، اسمع التدافع المعرفي والعلمي لتبني امه كما فعل الغرب والشرق سمعوا للتدافع المعرفي وبنوا فلسفه كبيره، هذه الفلسفه النظريه التي في بادئ الامر قد يقال ما فيها فائده تنتج فيما بعد تنتج فيما بعد علوم النبات والفلك وعلوم الانسان، والعلوم الانسانيه طبعا واكتشاف خيرات الكون، الله خلق لنا ما في خلق هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا مخلوق لكم استخرجنا الآن الأدوية استخرجت وربما بعض الأمراض المستعصية سم ما شئت يعني المقصود أن الكبر هنا الكبر والنفور من الآخر أتى النبي لهدم هذا النفور لكن المشكلة يقول ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ثم يقول نعم أو في نفس الآية أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة المسألة ليست قوة عسكرية ليست فتوحات وقتل وكذا لا هناك المعرفة هناك حقوق الإنسان هناك عدم المعاقبة إلا, إلا, على الجنائيات العملية من قتل وقذف وسرقة وزنا وبغي هذه الأشياء لا تتوسع ديوان الزنادقة فعله المهدي العباسي وكذا مجموعة ظلم نقتدي بهم ولا خالد القصري يذبح فلان ولا ما يجوز ليسوا شرعاً وما كان الله ثم يقول الله عز وجل وما كان الله ليعجزه ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض انه كان عليما قديرا يعني ثم يقول ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابه يعني نتيجه كفرهم نفورهم استكبارهم مكر السيء لو الله عز وجل يملي لكم انتم ايها الماكرون المتكبرون لتزدادوا مع, مع اثمكم لا نغتر بان ما كنا اصحاب قوه فالله راضي عنا، لا لا الله عز وجل يقول الذين قبلكم كانوا اكثر منكم قوه، ليست ليس المعيار الالهي هو القوه. المعيار الالهي هو هي عده معايير التواضع، المعرفه، الحقوق، خشيه الله، تفعيل نعم الله عليك من سمع، من عقل، من بصر، من فؤاد، حب الخير للناس، الدخول في السلم كافه، هناك معايير. لم يقل الله في في مكان بان القوه هي معيار الله عز وجل ما اضعفنا هذه الارض هباء في هذا الكون ولو يؤاخذ اذا لا تغتر باملاء الله لك ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابه ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى فاذا جاء اجلهم فان الله كان بعباده بصيره هذه تقريبا انتهينا من سوره فاطر هي أو اخر الايات من سوره فاطر هي التي لها علاقه بالسيره بان كفار قريش او العرب او كانوا يقسمون بانهم سيكون أثر هدايه لما اتاهم الرسول زادهم ما زادهم للاسف الا استخدموا شرعه حتى في الظلم والنفور من الاخر زياده والتعنصر باسم الاسلام وهذا خطا لا بد ان التواضع وترك الاستكبار في الارض وترك النفور لان القوه الماديه ليست معيارا في الحق ان شاء الله في الحلقات في الحلقه القادمه نبدا بسوره ياسين وهي من اخر ما نزل بمكه شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته